لليوم. نتمنى لكم بقية نهار حلو وكله إنجازات ونجاحات وخير على الكل يا رب. تحيتنا الدائمة من القلب لأبطالنا، أبطال الجيش العربي السوري، الله يحميكم والله يكون معكم، وتحية من القلب لكم. وبدنا نشكر كل كادر وفريق الإخبارية السورية، ونهاركم سعيد ويسعد صباحك، ونهارك سعيد يا زينب. نهارك سعيد ليا، وأكيد بدنا نقول للمشاهدين إن شاء الله تكون حلقتنا حملت لكم كل المتعة والفائدة